بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير. أشكر منتدى أسبار على دعوتي للحديث في هذا الجمع الكريم، وأيضا أشكر خاصة الدكتور فهد العرابي الحارثي لدعوته واهتمامه وتنظيم هذا المنتدى المهم في وقت كما تفضل معالي الأخ الدكتور محمد، أنه في وقت مهم جدا. تنفيذ الرؤية 2030 يتطلب من كل مكونات المجتمع، خاصة القطاعات الاقتصادية سواء كانت حكومية أو أهلية، أن تقوم بدورها على الوجه المطلوب لتحفيز تنفيذ هذه الرؤية. لا أريد أن أطيل كثيرا في الحديث، ولذلك سوف أطرح بعض النقاط الهامة حول قضية المنافسة والابتكار. فالمنافسة وهي تختلف على فكرة عن التنافسية، يعني التنافسية تخص الاقتصاد ككل، المنافسة تخص مكونات كل قطاع، والمنافسة بين المتعاملين في قطاع معين، مثلا منتجي سلعة معينة في داخل الاقتصاد، هل يتنافسون بشكل مشروع، هل هناك احتكار، كيف تنتقل إشارات السوق من حيث العرض والطلب والجودة وغير ذلك إلى المتلقين أو إلى المستهلكين، لأن هي تتعلق أيضا بزيادة ما يحصل عليه المستهلك وزيادة رضا المستهلك عن هذه المنتجات. طبعا نحن في المملكة اخترنا اقتصاد السوق، واقتصاد السوق يتطلب أن تكون المنافسة مشروعة وأن تقلل الاحتكارات، ما عدا إذا كان هناك احتكار طبيعي مثلا لخدمة تقدمها الدولة أو غير ذلك، وجعل المنافسة دافع ومحفز كبير جدا للمنتجين والمتنافسين في السوق لإعطاء أفضل سلعة بأفضل سعر وأفضل جودة، وهذا طبعا يرفع من مستوى الرضا أو الرخاء حتى، اللي يسمونه السوشيال ويلفير أو الكونسيومر ويلفير، كل هذه راح تتعاظم إذا تحقق عنصر المنافسة داخل الاقتصاد. طبعا يمكن يكون هذا كلام شوي نظري، خليني أعطي أمثلة علشان نستوعب المقصود بالمنافسة. لو نظرنا إلى قطاع مثلا السيارات، لو تذكرون بالستينات يعني الخمسينات والستينات حتى السبعينات الميلادية، الاتحاد السوفيتي كان ينتج سيارة اسمها موسكوفيتش، لكن كم واحد في العالم كان راغب انه يشتريها، بينما السيارات الأوروبية والأمريكية واليابانية والآن الكورية والصينية وما إلى ذلك عليها طلب عالي جدا. لماذا؟ في الاتحاد السوفيتي ما كان فيه منتج واحد، وأيضا ما كان في منافسة بين منتجين آخرين، فلم تتطور الصناعة نفسها في الاتحاد السوفيتي بالرغم من العلوم الهائلة اللي كانت عندهم، والدليل على هذا في القطاع العسكري وقطاع الفضاء، فما كان ينقصهم العلم، تنقصهم المنافسة. ولذلك منتجاتهم، تذكرون الراديوهات اللي تجي منهم وكل المنتجات الاستهلاكية، ما كانت مكان تندر أكثر مما كانت محل اهتمام أو رغبة أو مناعة، والسبب انعدام المنافسة في السوق. خلونا ننتقل مثلا الآن الشاغل المجتمعات كلها، الهاتف الجوال مثلا، جاء وقت مثلا واستطاعت نوكيا أن تستحوذ على السوق كبير في العالم كله، حتى أنها وصلت في يوم من الأيام قيمة أسهم نوكيا في فنلندا، وهي شركة فنلندية تكون حوالي 80% من حجم سوق الأسهم في فنلندا. يعني شوف طبعا عملتها في وقت تنافسي لكنها سبقت غيرها، لكن لوجود المنافسة العالمية بما في ذلك حتى في فنلندا، طلع منافسين هائلين لها
الآن لما تسمع الرنات، أول كانت رنة نوكيا بالمجلس إلى منه ذا تسمع كل العالم رنة نوكيا، الآن تسمع رنة آيفون. بس الآيفون الآن أيضا عليه منافسة هائلة جدا من المنتج الكوري سامسونج ومن هواوي ومن المنافسة هي التي تؤدي إلى ذلك. لكن أيضا أريد أن أربط المنافسة مع الابتكار أو الانوفيشن، لأنه علشان تستطيع أن تنافس الآخر يجب أن تأتي بشيء جديد المستهلك يريده. إذن المستهلك صار همك الأكبر أيضا، رضا المستهلك هو مهم جدا. إذا المستهلك راضي سوف يشتري أكثر من هذه السلعة وسوف تزيد أرباح المنتج. لكن الأوفرول الصورة بالنسبة للاقتصاد أنه تعزيز المنافسة أدى إلى منتجات بتكلفة أقل، تستخدم موارد أقل أيضا لإنتاجها، وتوجد أعمال جيدة وظائف جيدة في المجتمع. إذن المنافسة، إذا هذا ما كان يسميه آدم سميث تذكرون سماها اليد الخفية للسوق، قصد المنافسة، لأن المنافسة تفرض أنه صاحب المنتج الأفضل بالسعر الأفضل هو الذي سوف يأخذ نصيب أكبر من السوق، والمستهلك هو الذي سوف يمكنه من ذلك، لأن المستهلك سوف يبحث عن السعر الأفضل للمنتج الأفضل. مجلس المنافسة هو أحد المجالس الذي أوجدته المملكة الحكومة السعودية لتعزيز هذه المنافسة ورفع كفاءة الاقتصاد بشكل عام. لو رجعت إلى الرؤية 2030 تجدون كلمة كفاءة تستخدم بشكل كبير جدا، وهذا مهم، ليس عرضا أو ليس تكرارا للتكرار. لكن إحنا من يمكن الستينات الميلادية، من بدأت الخطة الأولى عام 1970، دكتور إبراهيم يمكن بيتكلم عن بعض هذه الأمور من وزارة الاقتصاد، كان الهم الأكبر هو ما أسميها أنا اقتصاديات التنمية، نريد مدارس، نريد طرق، نريد مستشفيات، نريد كذا، وهذا شيء مشروع وهذا ضروري، ما في عملية تنمية تتم بدون ذلك. لكن لم نعطي الاهتمام الكافي لما أسميه اقتصاديات الكفاءة أو economics of efficiency، بدل ما هو economics of development في عندنا شيء اسمه economics of efficiency. اقتصاديات الكفاءة رؤية 2030 ركزت عليها كثير، وأعتقد أنها مهم أنه إحنا كمجتمع وكمنتجين وكمستهلكين أنه نستوعب قضية الكفاءة، أنه يجب أننا نبدأ في تحسين كفاءة استخدامنا للموارد المتاحة في اقتصادنا من ناحية الترشيد وغيره وغيره. لكن هنا تجي المنافسة، سوف تفرض علينا الترشيد أيضا، وسوف تفرض علينا وجود منتجين متعددين يقدمون خدمات وسلع مختلفة. ولذلك لو تجدون أنه جزء من إعادة الهيكلة للقطاع الحكومي هو فصل، وهذا طبعا يعني الممارسات العالمية وصلت لها بعد قرون من التجارب والممارسات، أنه عندك جهة حكومية تضع السياسات والتشريعات، هذا جزء. الجزء الثاني هو مقدم الخدمة أو منتج الخدمة أو منتج السلعة أو provider of the service. القطاع الثالث أو الجهة الثالثة هي المنظم أو الريجوليتر، وهالثلاث جهات هذه لازم تكون مستقلة عن بعضها. ليش؟ عشان تضمن أنك أنت راح تحقق كفاءة أعلى في تفاعل هذه الأشياء، هذه القطاعات الثلاثة باستقلالية عن بعضها، هو الذي سوف يحقق هذه النقلات النوعية في المنافسة ومنع الاحتكار ودفع الابتكار، وليس الاحتكار، دفع الابتكار بشكل جيد للاقتصاد. وأعتقد أنه الآن لو تشوف الجهات التنظيمية في المملكة الحمد لله الآن أصبحت تحقق نقلات نوعية في عملها وفي استقلاليتها عن الجهات الحكومية الأخرى، لأنه هذه أفضل الممارسات العالمية الموجودة الآن. كما ذكرت مجلس المنافسة وليس التنافسية، مجلس المنافسة يقوم بدور تلقي الشكاوى والبحث
عن تجارب عالمية، لأنه هناك من سبقنا في دول أكثر من 100 سنة وهي عندها جهات مثل هذه، والتطورات اللي حاصلة أيضا في قطاع الأعمال وقطاع الإنتاج لضمان تحقق الحد الأدنى من المنافسة ومنع الاحتكار وإيجاد الفرص المتساوية أو على الأقل المتقاربة جدا بين المنتجين والموزعين في الاقتصاد. إذن اقتصاديات الكفاءة أصبحت الآن نصب أعيننا. مجلس المنافسة يقوم بدوره في هذا المجال، وإن شاء الله يعني مثال بس أخير، لو رأيت المركز السعودي لكفاءة الطاقة أو ما يسمى سيك سعودي إنرجي إفشنسي سنتر، يعني شوف بس بعض الإجراءات اللي عملوها، مثلا مواصفات المكيفات. مثلا نحن عندنا بالصيف أحيانا تصل إلى 70% من استهلاك الكهرباء تروح للمكيفات، بس ترفع كفاءة المكيفات في الاقتصاد السعودي شوف التوفير من الهدر اللي كان يتم مثلا في استهلاك الطاقة، بس أمر بسيط جدا عملناه. إذن الكفاءة في كل قطاع في كل خدمة، الحكومة والجهات التنظيمية في الحكومة لها دور تقوم فيه، أيضا المنتجين والمستهلكين أيضا، لأن المستهلكين هم الذين يدعمون نوعا ضد آخر لرفع كفاءة الاقتصاد. أعتقد أنه هذا كافي الآن، وإذا كان هناك أسئلة بعدين إن شاء الله. شكرا لمعالي الدكتور محمد بن سلمان الجاسر.